أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المتابعين، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة التدبر في حديث أهل البيت حول علامات الظهور. نتحدث اليوم عن أحداث المنطقة في المرحلة القادمة، وما هي الإرهاصات التي قد تتقارب مع الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، أو عن النبي صلى الله عليه وآله، سواء من مصادرنا في مدرسة أهل البيت أو مصادر العامة وغيرهم من المتنبئين. الآن المنطقة تخوض في صراعات وتحالفات ومحاور، ونلاحظ أن ثمة تداعيات للحرب الدائرة في أوكرانيا، حرب روسيا، جبهة المحور الشرقي لا زالت هذه الجبهة في تصاعد، الصين وروسيا وكوريا الشمالية، هناك تطورات كثيرة على هذا في هذا الجانب، مما ألقى بظلاله على أحداث المنطقة، على تحالفات المنطقة، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد وتحاول أن تضع لها موطئ قدم في ميزان الصراع مع روسيا، فهي تدرك أنها قد تخسر أوروبا الشرقية بسبب الهيمنة الروسية، لذلك تحاول أن تعيد انتشارها، تحاول أن تعيد تمركزها حول منطقة الشرق الأوسط. ولكن المشكلة التي أمام أمريكا هي إيران، فوجود إيران وقوة إيران وتحالفات إيران ومحاور إيران تعد مشكلة كبرى بالنسبة لأمريكا وتحالفاتها وتمركزها بالمنطقة. لذلك هي الآن أمريكا تحاول أن تفتح جبهة جديدة بالوكالة طبعا، من أجل ضعضعة وإضعاف المحور الإيراني، ليكون لها موطئ قدم ويكون لها مركز قوة في هذه المنطقة يوازي مركز قوة روسيا في أوروبا الشرقية والتي تتصاعد يوما بعد آخر. لذلك هناك تجاذبات وتحالفات في المنطقة، الأتراك من جهة، بلاد الشام، الأردن من جهة، دول الخليج، السعودية من جهة أخرى. أمريكا تحاول أن تؤسس أكثر من تحالف، تريد أن تمسك العصا من الوسط، لا تريد الآن في هذا الوقت لا تريد أن تخسر تحالفا معينا، هي ستحاول أن تتبع خطتين، وربما الخطة ألف من خلال زيارة بايدن إلى السعودية وإنشاء تحالف ما يسمى بالناتو العربي. هذا التحالف سيكون بمثابة تجربة بالنسبة للأمريكان، وإلا ليس هو هذا التحالف الذي تعول عليه الإدارة الأمريكية. ستحاول أن تدفع بهذا التحالف للمواجهة والاصطدام مع المحور الإيراني من أجل كسب بعض المواقع، كسب بعض الاستراتيجيات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصا في الشام، في سوريا والعراق. ويتحاول أن تنشئ هذا التحالف من أجل أن تخوض هذه التجربة وهذه الخطة ألف. لديها خطة
ب إن فشل هذا التحالف، أو باعتبار أن هذا التحالف ربما سيمالي ويماشي ويحابي الروس، باعتبار أن هناك ثمت علاقات خفية بين السعودية وروسيا، تركيا أيضا تلعب على الحبلين، لا زالت لها علاقات قوية مع روسيا، أمريكا لا تضع كل ثقلها بهذا التحالف، التحالف الذي سينشأ عن ويتمخض عن المؤتمر أو الاجتماع الذي سيكون بعد العيد في السعودية مع هذا المحور. هذا التحالف الذي ستنشئه أمريكا من أجل الدفع نحو إيران، أو بالأحرى الدفع للنفوذ في المناطق التي تتنفذ فيها إيران، أي في خصوصا في الشام، في سوريا بالتحديد. لذلك أعتقد أن هذا التحالف الذي سيشمل مصر والسعودية وربما العراق، ربما سوف ينطلق هذا التحالف من مصر باعتبارها قوة عسكرية وحليفة لأمريكا، والتوقيع الذي بدر من الرئيس المصري في الفترة الأخيرة مع إسرائيل إشارة إلى أنه يتمالى مع هذا التحالف، يتماشى مع هذا التحالف، ويبدو أن هذا التحالف هو الذي تصفه الروايات وتسمه بأنه راية الأبقى. أما التحالف الآخر الذي سوف تدفع به أمريكا كما قلنا تحت عنوان الخطة باء، هو تحالف الأردن وتركيا، فهي الآن سوف تحاول أن تنشئ تحالفا يتكون من الخليج ومصر، ربما المغرب، دول المغرب، وربما العراق إلى حد ما، وهو ما يسمى، وهذه الراية نستطيع أن نسميها راية الأبقع أو بني العباس. أما التحالف السفياني فهذا هو الشكل الثاني للخطة باء. يبدو أن هذا التحالف الذي ستدفع به أمريكا نحو سوريا من الممكن بحسب الروايات التي سوف نقرأها بعد قليل، من الممكن أنه لا يلبي طموح أمريكا، أو أنه يتمالى مع الروس في بعض المواقع، لذلك ستلجأ أمريكا إلى الخطة باء وإنشاء تحالف، والدفع بتحالف آخر هو تحالف السفياني. ذكرت الروايات عديد من الرايات التي ستقاتل في الشام، منها رايات صغيرة، منها رايات متمردة، ومنها تحالفات. ذكرت الراية القيسية، ذكرت راية الأصهب، الربيعي، الجرهمي، ومنصور اليماني، كل هذه الرايات سوف تدخل إلى الشام لكنها ليس ضمن تحالفات. أما التحالفات فهي تحالف الأبقع وتحالف السفياني. يظهر الأبقع في مصر، وتذكرهم الروايات بأنه معه قوم ذوي أجسام، أي أنهم مدربين، أي أنهم قادة عسكريين، يقود الأبقع أهل المغرب إلى دمشق وعبر الأردن ويقتلون الناس. طبعا يظهر الأبقع بعد اجتماع الترك والروم وبعد خسف قرية بدمشق كما تشير الروايات، وبعد سقوط طائفة من غربي مسجدها. لكن بعد ذلك كما قلنا أن التحالف الآخر الذي سيظهر هو السفياني، والذي سيقضي على هذا التحالف ربما بمباركة من الغرب بعد أن يأس الغرب من تحالف الأبقع. وهكذا هو الغرب، دائما له عدة أوراق يلعب بها، ويمكن أن يقضي على أي ورقة حينما تتصادم مع مصالحه. هذه الرواية تتقارب مع هذه الأحداث. عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن أو القرن ذو الشفا، يتحدث عن النجم المذنب، لم يلبثوا إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر، يقتلون الناس حتى يبلغوا إرمه، ثم يثور المشوه عليه السفياني، فتكون بينهما ملحمة عظيمة
هذا السفياني الأول، ثم يظهر السفياني الثاني الملعون فيظهر بهما جميعا، أي بالأبقع وبباقي الرايات. إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة. معجم حديث المهدي عليه السلام، الجزء الثالث، صفحة 276. عن أرطأ أيضا لم يسنده للنبي، إذا اجتمع الترك والروم يجتمعون في الشام، وخسف بقرية بدمشق وسقط طائفة من غربي مسجدها، رفع بالشام ثلاث رايات، الأبقع، تحالف الأبقع، والأصهب، سوف نتحدث عن الأصهب، والصفياني. ويحصر بدمشق رجل فيقتل ومن معه، ويخرج رجلان من بني أبي سفيان فيكون الظفر للثاني، رجلان من أبي سفيان، السفياني الأول والسفياني الثاني، فيكون الظفر للسفياني الثاني. فإذا أقبلت مادة الأبقع، مادة من مصر يعني المدد، والمدد هذا يعني أن هناك تحالف من عدة بلدان، لذلك يستمر الإمداد، خطوط الإمداد تبقى ثابتة، تخرج من مصر دائما من أجل إمداد هذا الجيش الأبقع، تحالف الأبقع. ظهر السفياني بجيشه عليهم فيقتل الترك والروم بقرقيسيا، معركة قرقيسيا بين الترك والروم والسفياني، حتى تشبع سباع الأرض من لحومهم. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا بلغ العباسي خراسان، يتحدث عن العباسي، هل المقصود العباسي الحكم العراقي؟ بلغه خراسان، هل بمعنى نفوذه في خراسان؟ أم أنه يقبل من كما قلنا من أذربيجان، باعتبار أن رايات بني العباس ستقاتل في أذربيجان كما تذكر بعض الروايات، هذه الرايات هي رايات بعض الإرهابيين والتكفيريين، لذلك تصفهم الروايات ولد العباس بني العباس لأنهم على هذا المنهج. هناك كثير من المناطق تسير على هذا المنهج، منهج بني العباس، هناك رايات تسير على منهج بني العباس، منها رايات ليست بالدول وإنما هي رايات تكفيرية كالتي تظهر في أفغانستان، تصفها الروايات أيضا بين العباس، كالتي تظهر أو تقاتل في أذربيجان، تصفها الروايات أيضا بولد العباس بن العباس. لذلك إذا بلغ العباس خراسان كأنما يأتي من أفغانستان، في أفغانستان باعتبارها تابعة لخراسان، أو أنه يدخل إيران من جهة أذربيجان، ويكون هناك قتال طبعا في إيران بسبب هؤلاء متمردين من الإرهابيين. طلع بالمشرق القرني ذا الشفا، وكان أول ما طلع بهلاك قوم نوح حين غرقهم الله، وطلع في زمان إبراهيم عليه السلام حيث ألقي في نار نمرود، وحين أهلك الله فرعون ومن معه، وحين قتل يحيى بن زكريا عليه السلام. فإذا رأيتم ذلك فاستعيذوا بالله من شر الفتن، ويكون طلوعه بعد انكساف الشمس والقمر، ثم لا يلبثون حتى يظهر الأبقع بمصر. فيبدو أن الرواية هكذا تشير أن الذي يظهر في خراسان بن العباس من هؤلاء، ربما يتحدث عن بعض الرايات التكفيرية كطالبان مثلا، بلغ العباس خراسان والآن هم ظهروا في خراسان وانتصروا في خراسان، وهي منطقة أفغانستان، جزء من أفغانستان تابع لخراسان. طلع بالمشرق القرني ذي الشفا، ونحن ننتظر ذلك باعتبار أن المذنب أو النجم ذو الذنب، هذه الإرهاصات الكونية التي تحدثنا عنها سابقا ولا زالت موجودة إلى الآن، نتحدث عن عواصف شمسية الآن، نتحدث عن زلازل، ربما هذا المذنب أو الكويكب كوكب الطارق ربما هو يقترب شيئا فشيئا من مدار الأرض، الآن هو يقترب باعتبار أن بني العباس أو العباس في خراسان، أنهم الآن طالبان هم في خراسان فعلا. ثم يذكر الإمام توقيتات ظهور هذا النجم، ظهر أول في الأول في أيام قوم نوح، في زمن إبراهيم، في زمن فرعون، في زمن يحيى بن زكريا. فإذا رأيتم ذلك، أي إذا رأيتم العباسي أو ولد العباس في خراسان، ورأيتم أن القرن الشفا قد اقترب، فاستعيذوا بالله من شر الفتن، لأن الفتن اقتربت،
ويكون طلوعه بعد انكساف الشمس والقمر، أي طلوع هذا النجم بعد انكساف الشمس والقمر، باعتبار أن انكساف الشمس والقمر هو أثر من آثار اقتراب هذا النجم، ثم لا يلبثون حتى يظهر الأبقع بمصر. كل هذه متزامنة معا، وفعلا نحن الآن نعيش هذه الإرهاصات، إرهاصات وجود في خراسان، وجود التكفيرين في خراسان، إرهاصات اقتراب المذنب ربما، وهذا يعني أن اقتراب الأبقع ومحور الأبقع وتحالف الأبقع قد اقترب. وأيضا عن سلمان الفارسي عن أمير المؤمنين عليه السلام: قلت يا أمير المؤمنين، متى القائم من ولدك؟ فتنفس الصعداء وقال: لا يظهر القائم حتى يكون أمور الصبيان وتضيع حقوق الرحمن ويتغنى بالقرآن بالتطريب والألحان، فإذا قتلت ملوك بني العباس وللعمى والالتباس أصحاب الرمي عن الأقواس بوجوه كالتراس، وخربت البصرة وظهرت العشرة، إلى أن يقول قال سلمان: قلت وما العشرة يا أمير المؤمنين؟ قال: منها خروج الزنج، وهذه مرت وهي حادثة قديمة، وظهور الفتن، ووقائع بالعراق، وفتن الآفاق والزلازل العظيمة، مقعدة مقيمة، ويظهر الحندر أقوام، والديلم بالعقيق والصيلم، وولاية الفصاح، آيات مقتربات في النواحي والجنابات، وعمران الفسطاط، فسطاط في مصر، بعين القرب والأقباط، ويخرج الحائك الطويل بأرض مصر والنيل. قال سلمان: وما الحائك الطويل؟ قال: رجل صعلوك ليس من أبناء الملوك، يعني رجل عامي عادي، لكنه يثور ويأخذ الدولة ويأخذ الحكومة، تظهر له معادن الذهب، ويساعده العجم والعرب، العجم المقصود الأجانب كأنما الغرب، ويأتي له من كل شيء حتى يلي الحسن، ويكون في زمانه العظائم والعجائب. وإذا سار بالعرب إلى الشام باعتباره هو صاحب تحالف الأبقع، وإذا هذا المصري، وإذا سار بالعرب إلى الشام وداس بالبرذون، كناية عن العربات القتالية، أرحام السيل بين جيشه، وداس جبل الأردن، وطار الناس من غشيته، كناية عن قوة جيشه وسطوته، وطار السيل من جيشه ووصل جبل القاسيون في دمشق، فيجري به بعض الأمور، فيسرع الأسلاف، ولا يهنيه طعام ولا شراب حتى يعاود بأيلون مصر وكثرة الآراء والظنون، ولا تعجز العجوز، وشيد القصور وعمر جبل الملعون، إلى أن يقول: وجرت السفياني خيله وجند الجنود وبند البنود، هناك يأتيه أمر الله بغتة لغلبة الأوباش وتعيف المعاش، وتنتقص الأطراف ويكثر الاختلاف، وتخالفه طليعة بعين طرطوس، باعتبار العلويين في طرطوس أكيد سيخالفون هذا الحلف، وبقاصية أفريقيا هناك تقبل راية مغربية أو مشرقية، فأعلنوا الفتنة في البرية، يا لها من وقعات طحنات بين النيل والأكمات، وقعات ذات رسون ومنابت اللون بعمران بن حام. يتحدث الإمام عليه السلام هنا عن هذه الملاحم، وهو يشير بذلك إلى هذا التحالف أو إلى هذا الأبقع الذي هو تحالف بين المصريين والمغاربة، وبقيادة السعوديين بن العباس. إلى أن يقول: هناك تضطرب الشام وتنتصب الأعلام وتنتقص التمام وسد غصن الشجرة الملعونة الطاغية، فهنالك ذل شامل وعقل ذاهل وختل قابل ونيل ناصل، حتى تغلب الظلمة على النور وتبقى الأمور من أكثر الشرور، هنالك يقوم المهدي من ولد الحسين، لا ابن مثله لا ابن، فيزيل الردى ويميت الفتن وتتدارس الركبتين، هناك يقضي لأهل الدين بالدين. قال سلمان ثم اضطجع ووضع يده تحت رأسه ويقول: شعار الرهبانية القناعة. صلوات الله عليك يا مولاي أمير المؤمنين عليه السلام.
يريد أن يقول كل هذه الملاحم وكل هذه الفتن وكل هذه الدماء وكل هذا القاتل وهذا الظلم وهذا الجور من أجل ماذا؟ من أجل النفوذ، من أجل السلطة، من أجل الكرسي، من أجل الأحقاد، من أجل الأموال. ولكن يختمها بشعار الرهبانية القناعة، أن الإنسان لو قنع لما حدثت هذه الفتن. هذه هي تقريبا الروايات الواردة عن هذا التحالف عن الأبقع. يبدو من خلال بعض الروايات الواردة في كتب العامة أن هذا التحالف سوف ينفرض بالأخير بالنتيجة، وستكون هنالك إرباكات ومشاكل كان هذا التحالف، وتنقلب دول على أخرى، ربما ينقلب أهل المغرب على المصريين وينقلب أهل مصر، بالتالي تسقط حكومات وتأتي حكومات أخرى بهذه الانقلابات بعد هذا التحالف، باعتبار أن الحروب سوف تكون في كل مكان خصوصا في الشام، فستحدث انقلابات وثورات ونفوذ بين أهل المشرق وأهل المغرب، باعتبار أن الرايات السود كما قلنا وسوف نقرأ إن شاء الله أنها ستدخل الشام وتدخل فلسطين، تهزم بعض هذه الرايات، ومن ثم يخرج السفياني الأول ثم السفياني الثاني. ربما بسبب هذا التحالف، تحالف الأبقع الذي تنشئه أمريكا، سيثور أهل مصر على حكومتهم، على رئيسهم الذي تسميه الروايات الأخنس، باعتباره قد لأنه اشترك في هذا التحالف، وهو تحالف يمتثل لأوامر الصهاينة، هو تحالف إسرائيلي بامتياز. لذلك أهل مصر يثورون على حكومتهم، على رئيسهم، لأن ذلك يعتبر خيانة. فيهرب هذا الرئيس الذي تسميه الروايات بالأخنس، يهرب إلى الروم، إلى الغرب، ويعود بتحالف آخر جديد ليسيطر على مصر مرة أخرى. وهناك في هذه الأثناء ربما ستتكون البذرة الأولى أو النواة الأولى لخروج نجباء مصر الذين يلتحقون بالإمام عليه السلام، وربما يقودهم شخص. هذا الشخص هو الذي سوف ينتصر على بعض الرايات في مصر التي تتبع لتحالفات، إما تحالف الأبقع أو تحالف السفيان الذي أيضا سيدخل مصر، ولكن دخول ليس عميقا كما في الكوار الخمس. ثم تبدأ الملاحم الأخرى في الشام بقيادة السفيان. هناك روايات عديدة ذكرت هذه الرايات وهذه التحالفات، قلنا هناك رايات عديدة في الشام ستظهر منها هذا التحالف، وهذا التحالف الذي هو تحالف الأبقع المصريين والمغاربة بالتعاون مع بني العباس سوف يتعرض إلى هزائم من قبل المحور الآخر أو التحالف الآخر الذي سينشأ بعدهم مباشرة. فالذي سينشأ بالبداية هي رايات الأبقع والأصهب، تحالفات ورايات، ومن ثم حينما ينقلبون على أسيادهم، حينما يفشلون في مهامهم التي أوكلوا بها، سوف ينشئ الغرب تحالفا آخر هو تحالف السفياني، وهذا السفياني أيضا سوف ينقلب على أسياده، ولكن هذه المرة انقلابة كبرى باعتباره ستكون تحت يديه إمكانات كبيرة وعظيمة من أسلحة متطورة، ربما أسلحة متطورة جدا يستطيع من خلالها التغلب على كل التحالفات الأخرى، وبالتالي السيطرة على الكور الخامس. ولكن ما الذي يؤدي إلى تفتت هذا التحالف، تحالف الأبقع بقيادة بني العباس ولد العباس في الحجاز، باعتبار أن ولد العباس سوف يتضعضع ملكهم، باعتبار أنه سيظهر أن هناك مشكلة في الحكم بعد موت وهلاك الخليفة السابع كما تذكر رواياتهم وروايات بعض العامة. وحينما يتصدى للأمر الصبي كما تذكره الروايات، سوف يكون هناك اختلاف بين الأمراء وتضعضع في حكومة بن العباس ولد العباس في الحجاز، وبالتالي ضعف هذه الدولة، ضعف هذه الحكومة،
وتقهقرها أمام باقي التحالفات وانزوائها في داخل السعودية فقط، في داخل الحجاز فقط، وتنتهي أدوارها بعد انتهاء تحالف الأبقع وانهزامه، ينتهي دورها ويبقى الدور للسفياني، وتسقط حكومة الحجاز سقوطا أوليا بحيث تتلاشى كل قوتهم، مما يعطي الفرصة للإمام عجل الله فرجه الشريف بالتحرك في هذه الأجواء، في أجواء الحجاز بشكل أكثر أريحية، ودخوله إلى مكة ومن ثم بيعة أصحابه الذين هم النجباء والعصائب والأبدى، ذلك بعد قتل النفس الزكية التي سيبعث بها كمندوب إلى أهل مكة، سيقتلونه أهل مكة، ولكن هؤلاء الذين يقتلونهم شرذمة من بقية الرايات، من بقية الحكومات الموجودة في الحجاز، وليست هي حكومة مستقلة وقوية. لذلك بعد أيام يظهر الإمام عليه السلام بشكل علني، ثم يطلب البيعة وتأتيه البيعة من هؤلاء القادة والأصحاب 313 الذين سيتجمعون قزعا كقزع الخريف من العراق ومن خراسان ومن كل ومن مصر ومن الشام. قبل ذلك يموت خليفة كما ذكرت الروايات وهو عبد الله، ولا يعني ذلك أن موت عبد الله سيكون قريبا جدا من الظهور، ولكن هو قريب قرب نسبي باعتبار بموت عبد الله سوف باعتبار بموت عبد الله سوف تتغير الطبيعة السلطوية للدولة في الحجاز، للمملكة في الحجاز، وتنهار بعض القيم التي كانت هذه المملكة متمسكة بها قبل موت عبد الله، وبالتالي تضعف شيئا فشيئا حتى يبايع للصبي الذي هو قد يكون هذا الموجود حاليا ولي العهد، ومن ثم هذا الصبي أيضا يقتل في أيام عرفات. فنحن بانتظار هذه الأحداث، ربما بعد العيد ستتبين وتتجلى بعض الأحداث في الحجاز بعد اجتماع بايدن مع باقي القيادات من هذا التحالف، السعودية وغيرها دول الخليج. كما تقول الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقتلن عند بيتي مالكم أو كنزكم 3 أبناء ملوك لا ينال أحدهم ما طلب، ثم يقتتلون حتى تكون بينهم الدماء، ثم يأتي الرايات السود من قبل المشرق، فمن أدركهم فليأتيهم ولو حبوا على ركبته ولو أن يخوض الثلج، فإن المهدي والنصر معهم، أي مع الرايات السود التي هي قد تكون رايات خراساني. ثم يجيء خليفة الله المهدي، فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي صلوات الله عليه. سمعت أبي عبد الله جعفر عليه السلام يقول: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم، إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام. فقلت: يطول ذلك؟ قال: كلا. وعبد الله إذا كان هذا المقصود الذي مات قبل سنوات، فعلا الآن لم يجتمع الناس بعده على أحد، فالحكم الذي استلمه سلمان مثلا لم يكن عن اجتماع ولم يكن عن مشورة، باعتبار أنه اختلفت النظام الملكي الذي نظام البيعة الذي كان سائدا قبل عبد الله، اختلف عن النظام السابق، وأصبح نظاما جديدا هيمن عليه سلمان وولده الحالي ولي العهد. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا وأخملنا شخصا. قلت: متى يكون ذلك؟ قال: إذا سارت الركبان ببيعة الغلام، فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية لواءه، فانتظروا الفرج. بمعنى أنه واضح معروف في عرف المملكة حينما يبايع لأحد الملوك أو أولياء العهد تسير القبائل من أجل هذه البيعة، قبائل المملكة، فحينما يسير الركبان لبيعة الغلام، المقصود ما هو الغلام؟ أنه حديث السن،
ولعله الأحداث التي ستأتي حينما يتبين الوضع وأن هناك إخفاء لقضية ومصير هذا الملك الحالي، ربما بعد فترة قليلة سيتبين أن الملك الحالي قد هلك، وربما سوف تسير الركبان لبيعة هذا الولي العهد الجديد. وهذه الرواية واضحة في هذا المجال، إذا سارت الركبان ببيعة الغلام فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية لواءه، بمعنى أن بعد بيعة هذا الغلام ستكون هناك قلاقل باعتبار أن عدم رضا من بقية الأمراء، من بقية المشايخ، أنه كيف يبايع لهذا الغلام، لولي العهد هذا الصغير، وهو الذي من خلال سياساته أدى إلى تفتت المملكة وتفتت العائلة الحاكمة، وبالتالي سيكون هناك لغط بين الأمراء، وسيرفع كل ذي صيصية صيصيته، أي سيرفع كل ذي نفوذ نفوذه بعد بيعة هذا الغلام، وبالتالي تتضعضع هذه المملكة، هذه الحكومة، وتضعف ثم تسقط بغتة كما تذكر الروايات. وعن في كتاب أبي مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا فضل إن الله عز وجل يا فضل إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد ولإزالة جبل من موضعه عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله. ثم قال: إن فلان ابن فلان حتى يبلغ السابع من ولد فلان. قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك؟ جعلت فداك. قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فليجيب إلينا. يقوله ثلاثا وهو من المحتوم. يتحدث الإمام عن فلان ابن فلان، أي الملوك الذين يملكون الحجاز، وهم السبعة أولاد، ربما أولاد عبد العزيز بن سعود، هؤلاء السبعة الذين إذا بلغ السابع ربما هو سلمان أو محمد بن سلمان من ولد فلان. فهي هذه إشارة على قرب ظهور السفياني، خروج السفياني. إذن هذه الأحلاف التي ستنشأ بشكل أو بآخر هي أحلاف منشأها واحد، وهو التحالف، تحالف الروم، تحالف الغربي، هو الذي سينشئ هذه الأحلاف ضمن خطط. هذه الخطط مترتبة خطة على أخرى، إن فشلت تجربة يستخدمون الورقة الأخرى وهكذا. لذلك تجد هناك رايات كثيرة في سوريا، في الشام، تحالفات كثيرة ستقاتل. كل هذه التحالفات تتبع إلى محاور، تتبع إلى تحالفات عالمية، هناك من يتبع إلى الروس من هذه الرايات، ربما الراية القيسية، ربما راية المرواني تتبع إلى الروس، رايات أخرى تتبع إلى تركيا، تركيا أردوغان، رايات أخرى تتبع للسعودية والإمارات، رايات أخرى تتبع لأمريكا في قسد وغيرها، وكل راية تتبع لمحور وتتبع للتحالف. لذلك تنشأ هذه الخلافات باعتبار تصادم المصالح والنفوذ، فتنشأ الخلافات وينشأ القتال بين كل هذه الرايات فتقاتل بينها، فراية تنتصر على راية حتى تأتي الراية الأخيرة التي هي راية السفياني فتنتصر عليها جميعا. أين العراق من كل ذلك؟ العراق ربما ستشارك بعض حكوماته في هذه التحالفات، وقلنا أنه لهم تحركات داخل إيران، وأيضا لهم تحركات في الشام ضمن هذه التحالفات. في قرقيسية سيشاركون بعض حكومات العراق، إما التابعة للأكراد أو التابعة للحكومة المركزية، سيتشاركون وسيتحالفون مع هذه التحالفات. متى يكون ذلك؟ ونحن نرى أن العراق الآن في خضم صراعات، في خضم اختلافات. إلى أين ستصل هذه الخلافات؟ هل ستنشأ حكومة قريبا؟ حتى إذا نشأت هذه الحكومة، ما هي قوة هذه الحكومة، قوة تماسكها بسبب الانفراطات التي حدثت، الانفراطات التي
حدثت في بعض التحالفات في بعض الأحزاب، هل هذه الحكومة سوف تواصل مسيرتها بقوة أم أنها ستنفرط وضمن تحالفات أخرى، أم أنها ستأتي حكومة أخرى ضمن سياق خطة أمريكية قادمة ربما باعتبار أن أمريكا لن تترك العراق هكذا، لابد أن تتدخل، وتدخلها ضمن خطة. هذه الخطة إما عن طريق الأمم المتحدة مجلس الأمن، أو عن طريق مظاهرات كما حدث في عام 2019 من أجل أن تخلط الأوراق. لابد أن تخرج بخطة لعرقلة سير هذه الحكومة، وبالتالي تضع حكومة تلائم مقاساتها، قريبة من تحالفاتها. هل ستصل الحكومة إلى هذا الحد، أم أنها ستقف عند حد وهو حد الاختلاف وربما الاقتتال وربما التقسيم إلى أقاليم، الإقليم السني والإقليم الكردي وإقليم الوسطي والجنوب؟ هذه كلها سيناريوهات معقولة وممكنة في ظل احتدام الصراعات، احتدام التحالفات. لذلك نحن ننتظر، والروايات واضحة في هذا المجال أن هناك خوف سوف يشمل العراق، وهناك اقتتال، وهناك رايات، وربما عملاء وأحلاف وممهدين من الطابور الخامس للسفياني ولأحلاف السفياني. وكما ذكرت الروايات وتحدثت عن الشيء صباني وصاحب السفياني وقراء الكوفة والبترية التي ستنشأ بعد ذلك، وغيرها من الرايات والعناوين والأسماء التي ستتبلور شيئا فشيئا في الأيام القادمة. ما الذي سيحدث للعراق إبان هذه التحالفات، تحالف الأبقى؟ قلنا هناك ربما ستنشأ مشاكل من قبل بعض التحالفات ضد العراق، وهناك روايات تذكر أن ثمة سفياني يسمى سفياني هجر سيدخل العراق من جهة البصرة، يدخل إلى الكوت ومن ثم إلى بغداد. هذا قبل خروج السفياني الأول ومن ثم السفياني الثاني. هناك رجل تسميه الروايات بسفياني هجر، الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام سمته بسفياني هجر، يأتي من جبل السفح أي من جهة حدود الكويت، ربما من السعودية أو من الكويت، تحالف ضد العراق، تحالف خاص للعراق. هناك تحالفين، تحالف سيكون من قبل السعودية باتجاه الشام، وتحالف ضد العراق بعد أن تدب الخلافات في حكومة بغداد، مما يستدعي تدخل تحالف سعودي معين من أجل ضبط الوضع لصالح السعودية وصالح دول الخليج الأخرى. فتدخل هذه الراية، راية سفياني هجر كما تذكر الروايات، تستغل الضعف الموجود ربما بالتحالف وربما بالتوازي بالعمالة من قبل أصحاب السفياني، صاحب السفياني، بالعمالة مع الشيصباني، بالعمالة مع صاحب البرقع، أصحاب البرقع. سوف يهيئون الأمور لدخول هذا السفياني من هجر، فهي كلها ستكون هناك عمل لكثير من التحالفات في العراق، داخل العراق، من قبل هذه التحالفات الدولية ذات النفوذ، إما تحالف الحجاز والسعودية أو تحالف الأردن وأمريكا والسفياني، كل يجر النار لقرصه، وسيكون العراق مسرحا لهذه المشاكل وهذه القلاقل بعد أن يدب الضعف في حكومته، حكومة بني العباس،
ومن ثم تبدأ إرهاصات الظهور وإرهاصات دخول السفياني إلى العراق، ومن ثم خروج اليماني الذي سيخرج سيدخل العراق إما من اليمن، وقلنا هذه احتمالات، إما من العراق، وإما في راية من الرايات التي تقبل من خراسان، ربما من الأهواز. هذه كلها تكلمنا عنها وتحدثنا عنها، وسنتحدث أيضا في حلقات أخرى، ولضيق الوقت سوف نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونتحدث ونكمل باقي الأحداث، باقي الكلام عن أحداث العراق والمنطقة في حلقة خاصة أخرى، لكننا سوف نتطرق في الحلقات القادمة إلى مواضيع أخرى إن شاء الله. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، ونقول دائما اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج.